السلام على مقامكم العالي لله رحمه الله تعالى وبركاته، خادم الاحزاب الشريفه حاكم الهموم رئيس مجلس الاداره وصاحب منطقه كره القدم. الظروف اللي دازت فيها الجمعة من جو عائلي وصديق أصدقاء ورؤساء تشوفهم معذبين، صادقوا على التقرير المالي والأدبي بالإجماع، ناقشوا الضرر ديالهم هما المالي، المنح اللي ما خداوش هذه 3 سنين، تطالبوا ولي الجهة والعمال يديروا معهم واحد دفتر التحملات باش يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم، علما بأن الرياضة هي الخطير الأكبر ديال التنمية البشرية وخاصة كرة القدم، لوليداتنا وبناتنا تسهروا عليهم في الدراسة ديالهم، تسهروا عليهم في التكوين ديال كرة القدم ديالهم. طالبين منا راه ولي الجهة، طلبوا من وزير الداخلية قال لك راه خاصنا يلقاو لنا حل باش حتى حنا نشدوا المنح، واش المنح حلال على العصبة الاحترافية ما حلالش علينا حنا، وحنا عائلة وحدة كما عطاو الاحترافيين ديالنا كما عطاو الهوات، ولكن خاصهم يديروا واحد الالتفاتة لواحد دفتر تحملات سبيسيالمون للجهات رباط قنيطرة اللي أسلا رباط قنيطرة اللي غيولي دار بيه في الجهات الأخرى، نوليو الكوباي هالي عليكم الفئات الصغرى الأطور لي كاتيغوري أشهر غنعطيكم أش خاصكم ديروا أش خاصكم ديروا، خاصهم يكونوا بطولات فئات صغرى، خاصة نشوفوا دراسة ورياضة على أرض الواقع، خاص يكون واحد دفتر تحملات اللي غي بها يتعاونوا الفراقي، وخاصنا ملاعب العشب راك كنتي تطلب العشب الاصطناعي ولا الطبيعي راه كلهم متضررين، عصبة الغرب راه هي اللي عندها اقل ملاعب، وسبيسيالمون الغرب شرار دا بني حسن هما اللي ضروا الملاعب ديالهم باقين بالحمريه، كاين الرماني كاين سيدي علاء البحراوي كاين تيفلت كاين اي تي ادين كاين الصخيرات في الجهه الاخرى، والغرب كله مضرر من جرف الملح، ولكن راه غيتصاوبوا في هاد الشهور الجايين، غيتصاوبوا سيدي علاء التازي، غيتصاوب سوق الاربعاء، جرف الملح، دار بالعامري، مهديه، شي ملاعب في قنيطره، بزاف غيتصاوبوا في هاد المرحله 24 شهر الجايه. وتنشكر الرؤساء اللي صابرين بدون دام بدون اهتمام السياسيين، خاصهم يعرفوا بان راه كرة القدم راه هزا واحد الهم كبير في المغرب. بشرى جديدة مع رئيس الجهاد قال لك هاي وعطينا باقي ما عطانا والو، كيعطينا باش نخلصوا التحكيم ونخلصوا التنقل الانديه، نتمنوا من الخير بنا في اكتوبر بدايه اكتوبر يعطي العتبه اللي غتصير تخلص الحكام وتخلص تنقل الانديه ديالها ان شاء الله بيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شرف كبير انني نحضر لاول مره للجمع العام ديال العصبه ديال رباط سلال القنيطره، وهذا شرف ليا والفريق ديالي كينتمي لهذه العصبه هذه اللي تترأس زميلي واخي السي حكيم دومو. ربما كنعملوا كنستغلوا الموقع ديالنا في العصبه في الجامعه الملكيه المغربيه لخدمه كره القدم بصفه عامه، ولكن كذلك يكون واحد العطف واحد الميول بالنسبه للعصبه ديال الرباط سلا القنيطره. وفات الصداد كانت اتفاقيه مع الجهه ديال الرباط سلا القنيطره اننا الفرق ديال المنتميه للعصبه الجهويه واللي كيلعبوا في الاقسام الشرفيه انهم في السنه ديال 2022-2023 سيعفون من مصاريف ديال التحكيم ومصاريف ديال التنقل، وهذا كله باش نرفعوا واحد الكاهل على الفروق المنضويه تحت هذه العصبه وتلعب بواحد الاريحيه. كذلك اننا برمجنا واحد المجموعه ديال الملاعب اللي وحده الان اللي كاينه في طور الانجاز واللي قربت ان تنتهي منها الاشغال، وكاينه ملاعب اخرى اللي غادا تبدا فيها الاشغال بدايه من شهر اكتوبر ان شاء الله او قبل ذلك بقليل. كملاعب ديال تيفلت، لاله ميمونه، سوق الثلاث، سوق الارباع، واحد المجموعه الان كتغيب على الذهن ديالي، ولكن ما يفوق على 8 أو 9 ملاعب جديده اللي غادا تتت الفضاء ديال العصبه ديال الغرب ان شاء الله، باش يكون واحد الفضاء ديال التكوين ديال الممارسه بالنسبه لهذ الفرق الصغرى هذه. الحمد لله كما لاحظتوا كل شيء داز مزيان، كان مصادقه على التقرير الادبي والتقرير المالي بالاجماع، الناس شكاوا واللي عنده
شي حاجه راشكا بما ان كان ممثل الجامعه اون بليس رئيس اللجنه ديال البنيه التحتيه. الناس شكاو على التيرانات اللي عنده شي مشكل راشكا اللي عنده، ونتمنوا من الله ما تبقى مشاكل، نتمنوا من الله كل شيء يتحل والحمد لله. صح سي فري سي فري، كان طلب مني باش فاش كان رئيس العصبه ديال الهوات طلب مني باش نمشي نخدم معاه، مي ما قدرتش نبدل سي حكيم، ما قدرتش تخطفي من عند حكيم، ما قدرتش نتخطف مولفه سي حكيم الحمد لله، علاقتنا مزيانه كل شيء، وهذاك تيكونوا مشاكل الخدمه تيكون كاين الناس كاع، مي الحمد لله كل شيء بخير كل شيء. السر والميزه لقب المراه الحديثه من عند الناس، ما عرفتش علاش، يمكن حيت تيجيو تنخدم شويه لا سوبليس اللي جا ما تردوش اللي في قدر المستطاع، تنخدموا مع الناس في نطاق القانون، ما كان ملي كيجي شي حد يوقف عليك ما كتقدرش تردو. شتي لا باقة والهضره زوينه هما السر، هما السر ملي كتوقف وتهضر مع شي حد مزيان وتهضر معاه بادب وتعطي، راه واخا ما يكونش عنده استطاعه باش يعاونك راه تيداب زي يعاونك، كيبغي يعطيك ما بنادم ملي كتمشي عنده بقلة الادب حتى هو راه تيرد عليك بقلة الادب. وممكن انا واخا يجي عندي واحد يهضر معايا بقلة الادب تندير الممنين يدوز كما كنقولوا.